دابا 5 سنين او 6 سنين يكون مزيان، يكون الانتاج هنا غتكون واحد الانتاج كثير ديال في المنطقه ديال العبده ديال الزيتون. نتمنى ان شاء الله يكون شي كل شي مولود جديد، تكون فيه واحد المعرض فلاحي ينوع بهذا المنتوج، ينوع بهذا المنتوج ديال زراعة أشجار الزيتون، وتكون توا يدار لي واحد المعرض إن شاء الله، يكون بحال المعرض ديال 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 المنتجين الكبار، هو في المعرض في المستوى، ونتمناو إن شاء الله يكون مولود جديد ويكون معرض آخر إن شاء الله تنشوفوه هنا في الإقليم أو في جامعة خطة زكان أو جامعة بلاد سلمان، لأنهم فيهم هذه المشاريع ديال المخطط الأخضر، الحمد لله مزدهرة، وكنشوفوها كما كنشوفو الآن. هاد الزيتونة هادي مكتجاوزش عامين، مازال مكملاتش العامين ديالها، الحمد لله من هنا لمدة 5 سنين غتكون كاين في أوج العطاء ديالها، وغادي تكون إن شاء الله ترجع واحد المردودية على الفلاح، وتخلق يد عاملة، يد عاملة، ويكون تا الإنتاج في أحسن الظروف إن شاء الله. يدار فيها الزيتون، يعني احتمال كبير ان الفلاحه راه ملونسيا او غتعطي مشاريع، خص تزاد الزيتون في المنطقه ديال عبده، لانه مناطق كثيره والناس كثيره تدوموندي الزيتون، خاصه الزيتون، واللي كنطلبوا هنا ان الفلاح مول الارض يكون هناك واحد انسجام بين الارض وبين مديري الفلاحه وبين الشركه، يعني واحد تضافر جهود باش تنجح المشاريع ديال الفلاحه، باش نجح البوهيم هو تنجح الارض ديالو، وتنجح ديك المنتوج اللي جاب الفلاحه وجاب الدوله الفلاح، انه يتعاون مع الشركه باش ينجح داك الشيء، لانه الهدف هو تنجح الارض، لانه ملي كيجي واحد مثلا يطلق البهايم او واحد كيحرط منتوج ديال الدوله وداك الشيء، راه كيضيع واحد العدد كبير ديال الخدمه ديال الدوله وديال الشركه، خاص داك الشيء يكون ان الفلاح حتى هو يعاوننا ويساهم معنا ويتعامل ويعاون مثلا الشركه باش تخدم، ونتمنى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. حنان عزدير رئيس جمعية الأمان للتنمية الفلاحية القروية بولاد سلمان. اليوم جينا باش نعرفوا بواحد المشروع ديال زراعة أشجار الزيتون، اللي هي 200 هكتار اللي فيها المديرية الإقليمية بأسفي وجمعية والمقاول، اللي كانت في أحسن الظروف ديالها في أحسن إنجاز ديالها. هاد المشروع ديال 200 هكتار اللي اشتغلت فيه اليد العاملة كاين 24 عامل، واللي استفدت منه عدد الفلاحة المستفيدين من هذا المشروع هي 92 فلاح، اللي مر في ظروف يعني ظروف جيدة. واليوم كنشكروا المديرية الإقليمية للفلاحة اللي في شخص ممثلها هو حميد السبع، والمهندسين اللي كانوا صارين على هذا المشروع حتى تم الإنجاح ديالو. اليوم حنا كنناشدوا الفلاح بانه يكون شريك فعال في المشروع، الا ما كانش الفلاح شريك فعال في المشروع ما يمكنش المشروع يزيد القدام، لانه كيكون عده عوامل، كاين السرع كاين الرعي كاين بزاف الحوايج، ولكن الحمد لله اليوم ما تنشوفوا بان الفلاح ديال جماعه خطة زكان فهو متفاعل مع المشروع، والمشروع غادي في احسن الظروف ديالو وفي احسن العطاء ديالو. اليوم كنشوفوا شجره ما كتجاوزش عامين، وكنشوفوها الحمد لله ولات بحال شجره ديال 5 سنين.
هذا المنتوج هذا اللي بغينا ننوه به في جامعه خطازكان، وبغينا ان شاء الله نشوفوه حتى هو مولود جديد، ونكونوا فرحانين حنا والفلاحه كعامه ككافه الفلاحه اللي مستفيدين من هذا المشروع. يكون حتى هو واحد المعرض يدار ديال معرض زراعه، معرض ديال انتاج زيت الزيتون باقليم اسفي كما كنشوفوا في مناطق اخرى. كاينين معارض كدار ديال حبل الملوك، ديال الفريز، ديال، ولكن حنا اليوم الحمد لله بغينا الجهات المسؤوله تشوف هذا القطاع هذا وهذا المنتوج هذا اللي هو شجره مباركه، بغينا حتى هي تكون عندها واحد 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 المعرض بحال هذا المعرض ان شاء الله. هذا المعرض هذا المولود اللي ولا في مدينه اسفي في الاقليم هو معرض ديال زراعه الاشجار الكبار، او معرض ديال انتاج جمعيه معرض ديال انتاج منتجين الكبار. بغينا تحلى ان شاء الله نشوفوا هذا الزيتون هذا حتى هو في معرض. اليوم كنطلبوا من الجهات المسؤوله باش تكون دير واحد اليوم دراسي او يوم تحسيسي، ويكون فيه توعيه وتحسيس للفلاح على الزراعه ديال هذا المنتوج هذا اللي تعمم على الاقليم، باش تكون المردوديه ديالو ان شاء الله مستقبلا، وتكون تا تكون مردوديه مستقبلا ان شاء الله في احسن الظروف. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بن لاز العياشي رئيس جمعية التيسير، وفي هذه المناسبة في إطار زيارة المكان اللي فيه تفعيل مشروع الزيتون اللي كتسهر عليه، والحاملة المشروع اللي كتسهر عليه جمعية الأمان للتنمية القروية، جمعية التيسير اللي هي في الأول عندها الرسالة ديالها تأهيل الساكنة المحلية بدواوير الحناصلة العزوزات الكوانين جماعة خط زكان، وعملنا مع جمعية الأمان كشركاء وكتفعيل التقائية، وداك الشيء كيتماشى مع الرؤية لجمعية التيسير اللي هي تفعيل وتنزيل جميع المخططات الفلاحية على مستوى جماعة خط زكان. عملات معنا داك تفعلت معنا مشاريع الكبار، ومرينا كذلك دواوير اللي كتنشط فيهم الجمعية والساكنة المحلية اللي كتنشط جمعية التيسير للتنمية، زرعت لنا الزيتون، والحمد لله الجمعية كتعمل على جميع المجالات من أجل تفعيل رسالتها، واستافدت الساكنة ديالنا من عدة إكتارات في الزيتون. الحمد لله دابا الزيتون راه غادي لعندو المدة ديالو دابا تقريبا عامين، غادي في جودة عالية، وبأجله من التحسيس وحسسنا الفلاحة، ونتمنى إن شاء الله مستقبلا. وأخيرا في الحقيقة نشكر جمعية الأمان للتنمية القروية والشركاء ديالها، المديرية الفلاحة، المكتب الاستشاري للفلاحة، وكاع الشركات اللي تعاونوا معنا في هذا المشروع، اللي رجع له بالنفع علينا بالساكنة المحلية بخط زكان، باليد العاملة، ومحاربة الهجرة، والناس. وكانت واحد التجربه كاع الجمعيه بين الناس عندنا كانت غادره الدواوير، وفي اطار التفعيل المشاريع المخطط الاخضر جاب لنا الناس، حنا ولات عندنا الهجره معاكسه، الناس من المدينه استقرت في البلاد ديالها وزرعت الزيتون الى اخره، وكاين بشره اخرى هي الساكنه العالميه جات واستثمرت ودارت بيار وزرعت الزيتون الحمد لله العائله ديالها. السلام عليكم. نور الدين مقدود، كمساهم في الاشغال ديال المشروع ديال 200 هكتار ديال الزيتون، كنبغي نشكر المديريه الاقليميه للفلاحه، ونبغي نشكر جمعيه الامان وجمعيه التيسير اللي ساهموا، وكذا الفلاحين اللي ضافرت الجهود باش ينجح هذا المشروع ويدوز على احسن وجه مده ديالو عامين. ورغم بعض الاكراهات اللي كاينه، على ان خصوصا ان الفلاحين المستفيدين خاص واحد التضافر ديال الجهود، وخاص واحد المساهمه، لانه خاص هذا المشروع، لان الفلاح خاصو يساهم، خاصو يتعاون مع الحيط.
بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم الرقيب الركراكي كنستافدوا الحمد لله من 4 قطارات ديال الزيتون 300-450 شجرة. أنا نشكر هاد الناس اللي قاموا بهذا المجهود الحمد لله. هاد المولين هاد الناس اللي في فلاحة الله يطول عمرهم، وكنشكروا سيدنا الله ينصرو والحمد لله.